مشاهدينا متابعينا الكرام تتواصل التحديات والانطلاقات على أرضية هذا الميدان على بركة الله أعلنت انطلاقة أول أشواط الجعدان الفطايم من المسافة هي الألف والخمسمية مع أول أشواط الجعدان مباشرة مع المركز الأول مع الصدارة مع مقدمة هذا الشوط ليجد على المركز الأول من يتقدم الجميع ويتقدم هذه الجموع مع المركز الأول مع بداية هذا الشوط هنا يتقدم اليويل راشد بن حارب الخاصوني يقدم لنا اليويل المركز الثاني يتقدم راهي محمد بن علي بن سلطان بن رشيد يتقدم بهذه اللحظات والمركز الثالث القادم أيضاً بالعامري مع عشقر عامر بن خلفان بالعامري لكتبي رابع المراكز يتقدم فيه ايضا شاهين يتقدم لمحمد بن راشد بن مرخان لكتبي وياتين القادم والمنطلق ايضا القادم ايضا بهذه اللحظات اللي هو ايضا ضيف عبد الله بن محمد بن محمود بن محمد بن حبيب والاسامي قادمه والرصد لي ايضا المتسلل شاهين محمد بن سيف بشاوي الأغفلي ولكن وين وين الفوز وين الانتصار ولكن اشقر اشقر ومن الجانب الاخر من الجانب الاخر بشاوي بشاوي ولكن اشقر اشقر بالعامري عامر بن خلفان بالعامري الاكتبي سلام يا اشقر سلام سلامي على العرض المميز سلامي عليك يا ابو محمد عامر بن خلفان بالراشد بالعامري الاكتبي يؤكد الحضور يؤكد الحضور المميز مع النوع الممتاز مع اول 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 اشواط الجعدان ياتي مع اشقر ما شاء الله ما شاء الله على العرض المميز ما شاء الله على الاداء الرائع ساعة وصوله الى خط نهاية معلن الفوز والانتصار المركز الثاني ايضا شاهين لمحمد بن سيب غليب الشاوي الاقفل المركز الثالث اللي وصل على المركز الثالث عبد الله بن محمد بن محمد بن محمد, بن محمد محمود بن حبيب من اتى على المركز الثالث التوقيت ايضا ساعة وصول اشقر توقيت دقيقتين و19 ثانيه تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار وعلى انتزاع المركز الاول لعامر بن خلفان بالعامري نكتبي تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار.